المخزن ينغص على المغاربة فرحتهم بقدوم شهر رمضان ويلهب الأسعار. حكومة المخزن قررت زيادة 10 دراهم في سعر قارورة الغاز ابتداء من أبريل المقبل، ليرتفع من 40 درهما إلى 50 درهما في الزيادة الأولى التي ستتلوها زيادات مماثلة إلى غاية 2026، ما يعني أن قارورة الغاز ستصبح في حدود 70 درهم، أي ما يعادل 1000 دينار جزائري. سلطات المخزن بررت هذه الزيادة بكونها تأتي بعد إقرار الدعم الاجتماعي المباشر، وهو عبارة عن منحة هزيلة من 500 درهم تم الشروع في صرفها للأسر الأكثر هشاشة. لكن يبدو أن ما منحه المخزن للفقراء المغاربة بيمينه سيسترده أضعافا مضاعفة بشماله. المغاربة كانوا قبل تطبيع المخزن مع الصهاينة يستفيدون من أسعار تفضيلية للغاز الذي كان يمر من الجزائر إلى إسبانيا عبر أراضي المملكة المغربية التي فضلت إرضاء الصهاينة على حساب علاقاتها مع الجزائر حتى ولو كان الثمن باهظا. زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.